ببلاس 90 الاهلي بيواصل زحفه نحو المقدمه ونحو الصداره اللي هي مكانه الطبيعي. الاهلي عنده 4 مباريات مؤجله ان شاء الله تعالى في الدوري، يكسبهم يعتلي القمه. الزمالك والاسماعيلي وانبي وسموحه، الاربع مباريات دول المؤجلين للاهلي في جدول المسابقه، 4 مباريات مباريات قويه بجد. هي الدوري، لكن الفوز فيها ان شاء الله يحمي الصداره للاهلي اللي رفع رصيده بعد بلس 90 اللي في الطلايع ل 24 نقطه من 10 مباريات بس، فاز في 7 وتعادل 3، وطلائع الجيش رصيده وقف عند 12 نقطة. لكن بعد بلس 90 وبعد هذا الفوز القاتل للأهلي امبارح اللي ترجم حقيقة معدن لعيبة الأهلي وروح الفانيلا الحمراء اللي دايما وأبدا مزيد من الضغط مزيد من التركيز بتقدر تحقق أهدافها، حتى لو بعد الحكم ما بيحط صفارة في بقه يا دوب هيصفر تلاقي هجوم جه. كمان فاروق جعفر بيقول لك ما بيصدقش، قال لك اللي لما روح لا ده قال لك روح اسمعها في نشرة 9. فهو معنى كده ان ده تراث، ده ثقافه، ده موروث. وما بيجيش بالصدفه يا استاذ ابراهيم، انت لما تشوف الخمس دقايق اللي قبل الجون ده في ارهاصه بقى، ما بتفرج بقى بعد كده وانا مرتاح، لا بشوف الفوق قبليها العشر دقايق الاخرانيين في 3 فرص على الاقل. طيب نشوف دلوقتي منشطات الصحف بعد الاهلي في بلس 90 مع طلايع الجيش. الاخبار قالت الاهلي يهزم الطلائع في الوقت الضائع. اجاي يخفف الضغط عن موسيماني وعلامات استفهام على الهجوم. المسا قالت الاهلي باجاي يا عيني عليه. وقالت كمان اهداف الاهلي دايما مثيره في الثواني الاخيره. ده كله افيات كلها سجع. اجاي يهز شباك الطلائع في الدقيقه 91 ويقود فريقه لفوز غال 2-1. الاهرام المسائي الاهلي بلس 90 يعود، فاز على الطلائع بثنائيه جونيور اجاييه في الدوري. وقالت كمان سحر اجاييه قاد الاحمر لفوز قاتل وانقذ الشياطين الحمر من الارتباط المحلي. سمير يبادر والشناوي ينقذ البطل وبسيوني احرج بيتسو. كمان اليوم السابع الاهلي يعبر عقبه الطلائع بهدفين للمتالق اجاييه ويرتقي لوصافه الدوري. موقع يلا كوره قفاز الشناوي وابداع اجاييه يحولان تاخر الاهلي لانتصار بلس 90 على الطلائع. وموقع في الجول قال بثنائيه اجاييه الاهلي يهزم طلائع الجيش في بلس 90. الحقيقه اذا كان اجاييه بهذا التفوق الهائل جدا، أجيب بالمناسبة المهندس عدلي أشار إلى أنه لعب مع ناس كتيرة في الأهلي. أجيب لعب لغاية دلوقتي بالمباراة الأخيرة دي 149 مباراة مع الأهلي، سجل فيهم 41 هدف يا باشمهندس، رفع رصيده من الأهداف في الدوري فقط إلى 30 هدف، تخطى كاسونجو صاحب ال 28 هدف. أجيب يسجل أول أهدافه في الدوري هذا الموسم، يرفع عدد اللاعبين اللي سجلوا أهداف للأهلي في الدوري السنة دي إلى 10 لعيبة. هو يعني واحد من ضمن 10 سجله لله. ايوه. لكن 149 مباراه في 41 هدف. ده جونيور اجاي. الشناوي قفاز الشناوي اللي لقى تقريبا كل 3 مباريات جون. لانه كمان عنده فترات كتيره اصيب وعاد فيها اتاخر فيها كتير، ولما بيرجع سواء يتوظف كطرف او يتوظف في نص الملعب غير الاسيست ده هو بالنسبه له. الاسيست هتلاقيه يكاد يقترب من هذا الرقم.